واش دابا البرلمان غيخدم بليكي؟ وما نخافوش نقولوا دي زعما راه داك الهجوم ديال ما يسمى بمؤثرين الاجتماعيين والمؤثرين. اكيد وي. ما الذي صنع لنا هؤلاء المؤثرون الاجتماعيون؟ يضببون المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، وعوض يخليو الوضوح ويخليو الاحزاب تقوم بالدور ديالها والمجتمع المدني يقوم بالدور ديالو. ما كيخليوش الاحزاب تقوم بالدور ديالها. دابا عندي سؤال، شكون اللي حبس الاحزاب تقوم بالدور ديالها؟ شكون؟ دابا عندي سؤال اخر، ما هو دور الاحزاب؟ شنو هو دور؟ انا على حسب ما كنفهم، حسب ما كنشوف، كنشوف دور الاحزاب وقت الانتخابات كيبانو تيغمقوا على الناس ويضللوا وينشروا الترهات ويسحبوهم. دابا غادي يخلعونا لانه تنشد واحد الاجر. هاد السيد هذا مني قال لكم على انهم خاصهم يوقفوا كسد مانع لهاد المؤثرين، فعرفوا طريقه باش كيدويو من نرفز وكيخاطب بشراسه، فعرفوا على ان المؤثرين ولاو تيحطوا لهم الملح على الجرح ولاو ضارينهم. ديال ما يسمى بمؤثرين الاجتماعيين والمؤثرين. علاش؟ لان كيف ما شفنا مؤخرا حتى في القانون اللي بغاو يديروا ديال تكميم الافواه اللي ما تصادقش عليه، اللي كانوا باغيين يسدوا الشعب المغربي فمو، فشكون هو اصلا اللي فضحهم؟ فضحهم مؤثر اللي هو سوينغا اللي كعرفوه الناس كاملين ومشهور. هاد السيد هذا هو اللي خرج القانون قبل ما يصدقوا عليه، وكان دار ضجه والناس كاملين وقفوا ضد هذا القانون هذا، لانهم قالوا حنا لا ما عجبتناش واحد حاجه فغنخرجوا غنقولوا هذا ما عجبتناش وغادي نقاطعوها. خصنا نوقفوا سد منيع ضد الشعبوية التي تهدم البنيان الذي نقف عليه. مالك بخلوه؟ غنديولك رزقك بالرجولة. مرحبا بكم على قناة أنوار بوست. أثارت مداخلة إدريس الآزمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب أمس الثلاثاء لمناقشة تصفية معاشات البرلمانيين موجة من السخرية بالفضاء الأزرق، حيث اعتبر عدد من الفيسبوكيين أن الآزمي نسي نفسه وتمادى في الدفاع عن تعويضات غير مبررة وتقدر بالملايين، في حين أن المغرب به طبقة هشة لا تجد ما تسد به رمقها. وتفاعل عدد كبير من رواد الفيسبوك مع العبارة التي تفوه بها الآزمي الذي يشغل في نفس الوقت عمدة فاس، حين قال: واش بغيتو البرلمان والحكومة والعمال يخدموا بليكي أي مجانا؟ الأمر الذي ردت عليه إحدى المعلقات قائلة: حاشا عمس، خذوا الجمل بما حمل. وتفاعل شخص آخر مع قول الآزمي عندما قال: ما الذي صنعه لنا هؤلاء المؤثرين الفيسبوكيين سوى التضليل؟ سحب ليهم غي خلعونا. حيث كتب ساخرا: أنباء عن اعتزام الآزمي تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد من أسماهم المؤثرين الفيسبوكيين الذين يهددون الأمن الريعي للبرلمان وفق تعبيره. أما تعليق آخر خاطب الآزمي قائلا: سيدي إدريس، كان بود الشعب أن يرتفع صوتك في قضاياه وهمومه كما فعلت اليوم، وأنت ترغي مدافعا عن الريع. لم يطلب أحد منك ولا من زملائك أن تعملوا تطوعا ومجانا بليكي، بقدر ما استاء الناس من تحول مهمة برلمانية مؤقتة إلى منصب يدر معاشا. فالمغاربة ليسوا مطالبين بتأمين الرفاهية لنوابهم وساستهم حتى يقوموا بعملهم، لأن من يسعى إلى الثروة ورغد العيش عليه أن يسلك طريق التجارة والأعمال لا قبة الرباط. وأضاف المتحدث: في دول العالم المتقدم ثمة تناسب مطلوب بين ناتج البلاد ومستوى الأجور العام من جهة، وبين تعويضات الساسة من جهة أخرى، وبما أنك حاذق في أمور الحساب فحبذا لو اطلعت على رواتب ووضع النواب المالي في بلدان تفوقنا ثراء ورفاهية. أما استهانتك بالمنصات الاجتماعية وما تترجمه من رأي عام في المغرب وباقي الدول فيدخل فقط في إنكار الواقع وصم الآذان. وما هادشي هما مسلكم، علاش؟ لان دابا الانتخابات قربات وخاصهم يضغطوا على هاد المؤثرين، حيت هما غيبداو يجبدوا لهم وغيبداو يطرحوا بزاف ديال الاسئله: شنو هي الانجازات ديالكم وشنو درتوا؟ اذا هادو خاصهم يسكتوا باش عاوتاني نشوفوا كيفاش نضربوا ونكملوا واحد الخمس سنين واحده اخرى ويبقاو غاديين هكا يضحكوا على الشعب. في الحقيقه السلطان هذا البرلمان ديال الدبشخي، ما هو دور الاحزاب؟ حيت اللوغو ديال الاحزاب ما كنشوفو غير وقت الانتخابات، تيبانوا باش ياخذوا اصوات الناس باش يحكموا في الجماعات.
الترابي والبرلمان والحكومه ماشي حكموا البرصه. ما عمرش الاحزاب ما عمرش. دابا خليني من الناس اللي صافي صوتنا عليهم وعندهم مقاعد برلمانيين وداكشي. الحزب ابار هذوك الناس اللي شايل في المسؤول الحزب فين هو؟ فين عمرناش منا الحياه كامله التعطير والتوعيه؟ فين كان؟ ما كاينش. شكون اللي حبسوا حنا ولا ماشي حنا وما نخدموش؟ راه هو الشهر حتحمقون هي ما تكون ولا ما توحد. فين هما الاحزاب؟ فين هو؟ يا سيدي الرئيس يا صاحب مقوله سيدي بشخي انا ديما كنعاودها ونقولها راه كان عندكم مشكل في التواصل. انا ما فرض انا ما شككش واش نتوما كتخدموا ولا ما كتخدموش. راني ما عارفش اصلا انا ما تواصلوش ما فرض انا نيتي صافي ما عارفش. يعني بطبيعه الحال كنشوف النتيجه ديال البلاد مكرفصه حتى كاينش خدمه لان ما كاينش التواصل. مؤخرا البرلمان بدا كيدير كينقل دوك اللجان واللي قليل كيشوفهم ملي كنشوفهم كنبارطاجيهم وحديهم كنديروا داك الضغط ديال المؤثرين. هانتوما الهضره كتسمع مؤثرين وراه باينه خاص ولا بدا يكون واحد الضغط. راه المنظرين ديال السياسه بالعام تيقول لك ولا بدا خاصكم الرقابه الضغط ديال الرقابه. ما كاينش الصحافه عارفين اش واقع في البلاد. كاين انترنت فضاء حر نسبي كيشكل واحد الضغط وما يمكنش تنكرو ما يمكنش تنكرو. راه انترنت شكل ضغط في قضايا حساسه كثيره في المغرب مقاطعه قبل مقاطعه هادشي ديال الاغتصابات. انترنت كان ورقه حاسمه الضغط ديالو ما تنكروش واسمح لي. جا واحد الديليغ في السيد في الاول كيسب الجميع كيقول لك بان فيسبوك كله هو سببه هو اللي خلاها في هذه الورطه. ومن بعد بدا كيحدد قال لك لا حتى الناس ديال فيسبوك اللي كيتعرض عليهم في اللجان. وانا نفكر بانه كانت واحد اللجنه ديال النموذج التنموي من بعد 10 ايام تعرض فيها بصح على مصطفى سوينكا على نجيب مختاري على فرح شباب على جهاد بكري وعلى صاحبكم. يعني واش بغا يسبها فينا مع ناس اخرين بطبيعه الحال. وقال لك ما عرفناش شحال كنتخلصوا باش نقولوا عليها هذه الهضره وما عرفناش شحال كنتخلصوا باش نقلبوا على شحال هو كيتخلص. مزيان واخا استاذ نقول لك ما كاين حتى مشكل. انا طبيب في المستشفى الجامعي ديال محمد السادس مراكش وكنتخلص 3500 درهم في الشهر وما كاينش اللي كيتثيق هاد الهضره حتى كنوري لها فاش دو باي وكيقول اللهم ان هذا منكر وكيزيد بحالو. من غير هكا من هنا خمسة دقائق يعني الفيديو ما خصهاش تعطل من هنا خمسة دقائق غادي نبدا حراسه ديال كوفيد اللي ما كنخلص عليها حتى حاجه. او لا اسمح لي باش نبقاو في الكلمات ديالك هذه حراسه بليك. وانت كتجي تقول لنا بانه لا ما يمكنش تخدم فابور بان هذه شعبويه كتمارس عليك ولا الحزب ديالك. كاين شي شعبويه اكثر من هذه اللي درتي دابا لانه حتى واحد ما قال لك ما تخلصش. كنتكلموا على المعاش ديالك وانت في اللجنه وعارف القوانين وعارف مقترحات القوانين وغا تكون شفتي مقترح القانون اللي حط عمر برافريج ومصطفى الشناوي من فيدراليه اليسار هذه عامين 2018 واللي كيتكلم على المعاشات على انه ما تبقاش كتخلص بانه البرلماني ماشي خدمه هذه مهمه غادي ديرها ملي غادي تكملها ما باقيش غادي تخلص لان ما بقيتيش كدير الخدمه ديالك. اما منين انت كدير الخدمه ديالك فما فيها باس تاخذ واحد الصالير واخا حتى هو خصو مراجعه لانه ربما يقدر يضمن لك واحد شويه ديال الاستقلاليه واخا هذه الكلمه راه بعيده بزاف على بزاف ديال البرلمانيين. بغيت ماشي هذا هو السبب ولا هذا هو الهدف ديال الفيديو. بغيت ناكد لك واحد القضيه مهمه بزاف. هذا الفيديو راه درته بليك. عزيزي مشاهد انوار بوست، ما رأيك في تصريح إدريس الآزمي؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. مع السلامة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.